والله العظيم انا واحد من الناس غير كنشوفهم غير احيانا اشعر بالنفاق، نحس روحي تحت الارض. يعني كي تشوفهم هما في العباده تاعهم، وكاين الحمد لله مازال ناس منهم، ولكن هادو الناس كيروحوا خساره كبيره على بالكم، خساره كبيره. رانا استسقينا ربي البارح وما سقيناش، نسال الله يعفو عنا ويغفر لنا وما يغضبش علينا ان شاء الله. ولكن دير حسابكم بلي هاد الشيوخ الركع هادو هما اللي ربي سبحانه وتعالى جعل بهم الميزان في الارض، على جالهم ربي يسقينا ويشربنا وناكلوا ويطعمنا سبحانه وتعالى. على جالو ربي سبحانه وتعالى هاد الناس رانا نعيشوا في سلام وفي امن. لذلك شوف هذا الانسان مريض، شوفوا الناس تقودوا رايح جاي تقودوا اخر عمره. يعني الناس تقود فيها ما قعدش المسجد. حنايا بصحتنا واحد فينا ما يروح يصلي يسمع الاذان وهو عاجز، يتفرج في البالون، يتفرج في الفيلم، قاعد وكاين الناس تسكن قدام المسجد والله ما يصلي. هذا اهل ربنا حجه علينا عطاهن الله، نسال الله يعفو عنه وينور قبره ان شاء الله يجعله من اهل الفردوس تعالى. وان شاء الله حبنا ليه ان شاء الله يكون هذا شفاعه ان ربي يجمعنا معه ان شاء الله، المرء مع من احب. نسال الله يعفو عنا وعنه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم ثبت عند السؤال وعظم الله اجرنا جميعا وعظم الله اجر العائله الكريمه ان شاء الله. بارك الله فيكم.